لان دي فكره ربنا وهبها لي من وانا طالب، كنت بذاكر بهذه الطريقه، وانا عايز اغير التعليم التقليدي اللي موجود في معظم المدارس باشكاله المختلفه، لان انا اللي بعمله ده حضرتك عباره عن منظومه معينه من ترتيب المعلومات وترتيب الافكار ورا بعضيها، بحيث ان الطالب يخزن المعلومه على ذاكره المدى الطويل، غير ان هو ما يبقاش عنده حاله احباط، غير ان هو يستدعي امكانياته النقديه. والله حضرتك هو الميوزك عامة بيستدعي بعض الهرمونات الموجودة حضرتك في الفص الأيمن والفص الأيسر الخاصة بانفعال الفرح، فكل ما يكون الطالب قاعد قدامي فرحان، كل ما يكون الطالب اللي قاعد قدامي عندي سعيد مش حاسس بحالة إحباط، لأن دي مسألة تفكيرية، ده بيفرز هرمونات معينة بتساعده على حل أصعب المسائل. هو عندنا التعليم في مصر المنظومة نفسها عبارة عن حفظ، انت لازم توصل للطالب فتحفظه بس، فمستر عمر عرف يوصل وعرف يوصل عقلية الطالب ويمزج جميع التعليم ويمزج جميع الموسيقى، خلاهم الاثنين مع بعض، فبالتالي عرف يخلي الطالب يذاكر وفي نفس الوقت يحفظ المادة ويفهمها في نفس الوقت. تجربة جديدة، كان التعليم الأول اللي هو حفظ حفظ حفظ، احنا دلوقتي بيقولوا علينا ان احنا بنحفظ، بس احنا ما بنعرفش نحفظ حاجة غير لما نكون فاهمينها، ودي طريقة جميلة جدا انه يمزج بين التعليم وبين الموسيقى، دي حاجة جميلة جدا بتساعدنا في الحفظ بطريقة كبيرة وبتخلينا نسهل المعلومة. الظاهرة اللي طايفة دلوقتي وظاهرة على السطح دلوقتي ظاهرة الأستاذ اللي بيغني المادة، تمام؟ أنا مش هتكلم عن الظاهرة دي قد ما أتكلم مين اللي سمح للمدرس ده إنه يعمل كده؟ فين الرقابة عليه؟ هل هنوصل بقى إن إحنا نتعامل مع الطالب ده على إنه آلة وإحنا هنلقنه المادة خلاص؟ هو ده مستوى النضج اللي وصل ليه طالب الثانوية العامة؟ في ناس تأيي تقول لك ايوه ما هو ده اللي سايد، هو ده اللي ماشي بالبلدي كده خلاص، غني والعيال تغني وراه وخلاص، انت ليك ان العيال يخش يقفل الماده وخلاص. في ناس تقول لك لا، يعني هل هوصل بالتعليم للمستوى ده؟ يعني هوصل بالتعليم للاسفاف ده ان انا اخلي الطالب يغني ماده علميه، يعني ماده علميه ونظريات علميه اخليه يغنيها؟